بالنسبة لي أحلى ذكرى كلاعب فريق الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية مع فريق الرجاء البيضاوي 1997، ثم كلاعب دولي مشاركتي مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2000 نيجيريا. احنا في فريق رجاء نعيش حالة خاصة، لأن المباريات التي شهدناها قبل كورونا كان الملعب دائما مملوء على آخره، كان تشجيع خاصة أننا كنا نلعب على 3 واجهات، وجميع المباريات في مركب محمد الخامس كانت تشهد حضور جماهيري كبير، وكنا دائما نسمع في آذاننا صوت الجمهور، تشجيع الجمهور. بعد كورونا ما فيش حماس، نلعب كرة، نلعب داخل الملعب كخارج الملعب كتداريب، طبيعة الحال كاين تشالنج، كاين رغبة في الفوز، ولكن الحماس مفقود. أصعب مباراة خضتها كمدرب هذا الموسم، الأسبوع كله كنت عايش وضعية صعبة من الناحية النفسية، هو مباراة ضد مولودية الجزائر إياب كأس محمد السادس الأندية البطلة إياب، بعد ما انتصرنا خارج المغرب، فكنت حاسس أنه مباراة كمنعرج صعب لينا في الموسم. الحمد لله أننا نهزمنا بهدف 1-0 وانتقلنا للدور الآخر. بالنسبة لي هذا شرف كبير أن أمثل مدرب مغربي، مدرب عربي، في نصف نهائي عصبة الأبطال. فخر لي شخصيا، وفخر لي أني أمثل مدربين كبار مغاربة ومدربين كبار من في العالم العربي في هذه المناسبة وفي هذه المنافسة المهمة جدا. أتمنى إن شاء الله أن نمثلهم في الدور المقبل إن شاء الله. أنا كنت طفل صغير، كنت أحب الرجاء، كنت لما أشاهد مباريات الرجاء كانت يأخذني برد كثير، كانت أمي تغطيني بكل حاجة عشان أدفى. كنت أعشق الرجاء، ورغم أني كنت ألعب تدرجت في فريق آخر اللي هو فريق أولمبي البيضاوي، ثم بعد التحاقي بفريق الرجاء في موسم 95-96 كانت انطلاقة أخرى بالنسبة لي في مشوار كرة القدم.